السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جميل جدا. بيعمل ايه؟ بيعمل مقارنة بين ملفين اي اف سي. يعني انا عندي ملف اي اف سي وفي ملف تاني في تعديل، اقدر اقارن بينهم. ممكن يكون عندي ملفين ريفيت مثلا وحصل في تعديل في واحد فيهم، وعايز اعرف الاختلافات. يعني في حد بيعمل الشغل فبتقول له اوبن وتفتح الملف الاي اف سي والناحية التانية وتقارن بينهم، وهو يبدأ يديك الفرق بين دوت ودوت بالشكل دوت. هو البرنامج مجاني، هيجيب لك الاختلافات ايه اللي حصل تعديلات، ويجيب لك صورة بالشكل دوت ان ده مثلا ده ما حصلش فيه تعديل وجزء ده هو ده اللي حصل فيه تعديل. فبدل ما تقعد تدرس المشروع من اول لاخره، لا هو هيقول لك انهي حتة اللي حصل فيها تعديل بالشكل دوت. يبدأ يعمل لك زوم برضو على الحاجات اللي فيها مشاكل عشان تبقى عارف اخر تعديلات حصلت فين، لان ساعات بيبقى في شركة بتبعت لك كل شوية الموديل وكل شوية بيحصل فيه تعديلات. فالبرنامج ده ممتاز في القصة ديت.